إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئنا في حلقة اليوم هو إبراهيم بن الطيب الحارثي، البالغ من العمر 6 سنوات. إبراهيم تلميذ بمدرسة عزام بن قيس الخاصة بالسيب، يمارس التايكواندو وحاصل فيها على الحزام الأزرق، واسع الخيال ويهوى كتابة القصص. القارئ الصغير. مرحبا إبراهيم، كيف حالك؟ بخير. أنت اسمك إبراهيم؟ أيوة. وإيش يلقبوا لك في البيت؟ برهوم. برهوم. واسمك أيضا خبرت أنك تعرف تقرأ اسمك بالمعكوس، صح؟ أيوة. إيش اسمك بالمعكوس؟ إبراهيم ميهاربا. ميهاربا. تقرأ يعني الحروف؟ برهوم. مهرب. مهرب. أنا سليمان، إيش اسمي بالمعكوس؟ مسلم. 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 الحمد لله. يعني طلع اسمه هو صحنا ناميلس. ناميلس النون. خبرون أنك أنت تلعب تايكواندو، صح؟ أيوة. ماخذ الحزام الأسود. أزرق. الأزرق. آه. تشير طبعا تسوي لي علامة الموافقة براسك. ايوه قلت ايوه. ايوه زين. ايش الازرق هذا اول حزام؟ لا الازرق شيء الازرق الخامس. خامس. ايش قبل خذيت؟ قبل الازرق؟ قبل الاخضر. وقبل الاخضر؟ الاصفر. قبل الاصفر؟ الابيض. وقبل الابيض؟ ماشي. بدون حزام. وقبل بدون حزام ما ملابس، ما في ملابس. يعني ما في ملابس تكواندو. آه جميل. وطبعا باقي لك حزامين، صح؟ أيوة. إيش باقي؟ أي لون؟ الأحمر والأسود. آه. أنت الحين يعني تعرف تلعب تايكواندو، صح؟ يعني أبغى أقول لك أول شيء أن اليوم طبعا عندي عرض مع تكواندو. آه. نسيت أخبرك. عندك عرض؟ أيوة مع تكواندو، نسيت أخبرك. هين هو، أنا بوريكتو هين كان. أيوة شانتي. ما شاء الله جميل. هذا من وين جبته هذا؟ من التايكواندو طبعا، لكن هنا في صورة وايد عجيبة. ايش في صورة؟ ايش هذه الصورة العجيبة؟ ما شفت هذا يوم يقحم. آه. وايد بعيد يقحم. انت تعرف تقحم مثل هذا؟ لا 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 لا، هذا حزام اسود. هذا الاسود. انت ايش تعرف تسوي بالحزام؟ اللام من كوريا. مستحيل تقول ان واحد من اللامة من كوريا، لكنهم كوريين. هذا كوريين. اها. وانت بالازرق اذا ايش تسوي؟ ايش تعرف تعمل بالحزام الازرق؟ اعرف اسوي باكتشيجي وانتشيجي وتاتولتشيجي. اها. طبعا انا ما اعرف ايش هذا. يعني ايش هذا؟ هذا ضربات. ضربات. جميل. ضربات بالرجل. ومتى بتدخل في الحزام الابيض؟ انت خذيت الابيض خلاص؟ باقي لك الاسود والاحمر. أيوة الأحمر والأسود. آه. متى بتروح الأحمر؟ ما ينفع يعطوني إذا ما خلصت 3 أشهر.
ممتاز. وخبرونا بعد انك تعرف تكتب قصص صح؟ وايد. ايش اخر قصة كتبتها؟ اخر واحدة حورية البحر. اها. واول واحدة اللؤلؤة. عن ايش اللؤلؤة تتكلم؟ هذا اللي حصل لؤلؤة كهربائية؟ لؤلؤة الكهربائية ايوة اخر واحدة. احكي لي اياها. قيب لازم اتخالبها العرض. زين دخل العرض. دخل لا. الحين طبعا مشكور على العرض، دخلوا في شنطتك عشان نتكلم عن القصة. أتوب نبدأ يعني مع القصة. هي أوكي فنان القصة يعني. لكني أول أبدأ بذينا أنا، هذه أسهل. إيش هذا اللي أسهل؟ هذه أنا أنام الآن. أنام الآن. زين دخل العرض عشان نتكلم عن قصة أنام الآن. الحين خلص بعد ما دخلت هذا الكتيب اللي فيه العرض نتكلم عن القصة. قصة عنوانها إيش هذه؟ أين أنام الآن؟ أين أنام الآن؟ أنا أين أنام الآن؟ أنا نايم أصلاً الآن؟ لا. أيوة. لكن اسم القصة هذه؟ اسم القصة عن إيش تتكلم؟ عن بنت تخيلت إن تمساح بنفسجي قف سريرها. أها. ما خافت؟ خافت وراحت في كرسي أبوها الوايد ريح، وبعدين حبت تمساح البنفسجي. أها طيب وبعدين؟ بعدين قافيل أحمر كبير خرطومة شوية قصير ولسه يقول جميل. هذا كذا يتكلم الفيل؟ لا واحد كده هيسوي. وتخيل اتصل البنت. اها زين. وكيف انتهت القصة؟ بعد فوقي. بعد في اشياء؟ ايوه بعد واحد. بس ايش معها. ايش كان يقول فيه؟ كيف كان يتكلم؟ زين جميل. وبعدين؟ بعدين راحت في حضن أمها اللي دافع واسح بس حالها وحبوا الفيل الأحمر. آه. والتمساح حبوه طبعا قبل. أيوة. بعدين فراشات طبعا. طبعا فإذا يحبوا التمساح. بعدين جايوا كيف ما يحبوا فراشات؟ فراشات من كل ألوان ولس تلاقي دغ وذلها وخدها. آه. الفراشة تلدغ؟ بس تلاقي دغ. أي كل الألوان. زين وحبوها الفراشة؟ الفراشات حبوها وراحت مع جدتها. طيب وبعدين؟ وبعدين زرافة. أو تقول زرافة فش 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 فش. هذا مثل الفيل لغتها. أيوة. بعدين ورقبتها وايد طويلة ورجلها وايد طويلة ولونها أزرق فاتح وغامق. وبعدين؟ بعدين راحت في سرير أمها وأبوها وهو أفضل مكان عندها في الحياة. أفضل مكان للزرافة؟ لا في سرير أمها. وحبوا الزرافة وانتهت القصة. وانتهت القصة. جميل. إيش كانت تقول الفراشة الزرافة؟ الزرافة نشوف نفس الفيل. أيوة. أشوف أذكر أيوة فش 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 فش. يعني فش 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 فش. طيب والقصة الثانية هذا اللي قدامك؟ صوص 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 صوص. إيش اسمها؟ صوص بصبوص. الصوص بصبوص. يعني هو صوص واسمه بصبوص. بصبوص زي دباء. يعني الدجاجة الثلجة. مع قلت حصيصانها ما حد يروح عني. وبعدين هجم الديك هجم القط الدجاجات وشل صوص مبصبوص منها والدجاجات لسه يلاحقنا. ايوه زين. بعدين الهر مكله والدام كان ولاس ينثر بذور وعصور
عصافير لاسين ياكل الحبوب اللي ينثرها عشان يرجع على طريق البيت. جميل، وكيف انتهت القصة؟ بعرف انا اريدك تختصرها عشان اريدك ايضا تقرا لي نشيد. يعني بعدين بعدين كلم واحد من ذاك العصافير بصبوص وقال له عاد تنثر زيادة عشان ناكل. قال بصبوص أيوة. زين بعدين؟ بعدين ليش ينثر ويلسوا ياكلوا وبعدين راحوا. بعدين بصبوص اتكلم مع دودة قال لها ايش قالها؟ قالها ابا العب معك. قال دودة لا لان الدقاقة تاكل الديدان. اها ذكية يعني هذه. بعدين؟ بعدين صاح في الكرسي وقيت نحلة وقالت له بعطيك لبس في بيتي بوديك بيتي. أيوة. بعدين عطيت لبس مع النحلة وعرفت إنه ما يريد اللبس وما يريد عسل. آه. وبعدين إيش صار؟ فعرفت إنه يبغى يروح بيته وديت بيته. جميل. وانتهينا. وانتهت القصة. جميلة. وخبروني عندك أيضا إنك تعرف تحفظ أناشيد صح؟ حافظ نشيد. بس هذا. أمسكت قلمي. صح؟ أيوة بس سمعني. أمسكت بقلمي ورسمت مدرستي ورسمت داخلها دربي وأميتي في الصبح أقصدها وحقيبتي بيدي وتقول ضاحكة حييت يا ولدي هيا بنا هيا نمضي معا لغدي كالنحل نأخذها ونطير في عجلي ونطالع الدنيا بالنور والأمل وقلوبنا أبدا تبقى تحييها. ممتاز ممتاز يا إبراهيم. هذه حافظ هذه النشيدة بس؟ بس. لكنك أيضا مثلت في مسرحيات صح؟ بس على الأقل مسرحية واحدة لكن حافظ واحدة إنجليزية أنشودة. آه حافظ أنشودة إنجليزية؟ أيوة. سمعني إياها. Apple, pears and oranges too. Fruit are sweet for me and you. Carrot, peas and broccoli. Vegetables are good for me. Fruits and vegetables are good for you. They keep you healthy and yummy and are yummy too. جميل. عن ايش تتكلم هذه الانشوده بالانجليزيه؟ عن الفروت والفيجيتابلز. يعني الخضروات والفواكه. ايوه الخضروات والفواكه واهميتهم للصحه. ايوه. انت تاكل خضروات وفواكه؟ ايوه. ايش تاكل من الخضروات؟ على الاقل بروكلي. باكل البنانة. ايوه البنانة. اللي هي الموز. ايوه الموز. وعنب. لا ما اكل عنب. رمان. الرمان بس اكله مع العيش. رمان مع العيش. جميل. والكيوي. الكيوي ما اكله بيعيبني. ما يحصل. ومن العصائر عصير تفاح لكني ما اكل تفاح وعصير برتقال وانا ما اكل برتقال. يعني انت ما تحب البرتقال الا لما يكون عصير. ايوه. والتفاح. التفاح احبه يوم عصير حتى. والمانجو كنت احبه او ما احبه. جميل. وايش امنيتك تصبح لما تكبر؟ طبعا مؤلف قصص. طبعا مؤلف قصص. ليش؟ لانه هوايتي المفضله. لكن شوية بلعب كورة احتاج العب كورة عشان اصيرها حاس ماهر. انت صحتك. انا يدربني
ولد عم اسمه السلط. اه يدربك على حراسة المرمى؟ ايوه. وتلعب حارس مرمى؟ هو يلعب هجوم وايد زين. لكن في كرة سلة دفاع. اها. وانت تلعب حارس مرمى؟ ايوه. حتى في كل شيء، في كل شيء العب. يسجلوا عليك اهداف؟ بعض احيان يعني. وتصد كرات احيانا؟ ايوه. تصد ضربات جزاء؟ ضربات الجزاء وايد سهلة، حتى الفوقيات بعض احيانا اصدها. اه تعرف تقفز لما تجيك كرة عالية؟ ايوه. زين، لانك تعرف تقفز لانك تلعب تايكواندو؟ ايوه ذيك المرة طحت لكن ما تعورت. ما تعورت؟ طحت لان كان الكورة وايد عالية، كانوا بيسجلوا عليه جول واحد اسمه هلال. اها. وبعدين؟ سجل الجول؟ لا، يعني صديته. صديته؟ انا امهر حارس على الاقل. من اللي يخصوني. اها. وتتابع مباريات انت؟ مباريات؟ اه طبعا طبعا. من يعجبك من هذاك؟ هذاك المارة مسخرة. اول عمان ضيع جول. كذا مسخرها. طيب انت من يعجبك من الحراس؟ من الحراس علي حبسي. علي حبسي. وعالميين؟ العمانيين، من العمانيين علي الحبسي وايد زين. وايد زين، ممتاز. زين نرجع لتأليف القصص. انت طبعا والدتك كاتبة قصة صح؟ ايوه. من اسمها؟ جوخة. جوخة بنت جوخة بنت محمد بنت خليف الحارثية. وتقرأ قصصها؟ بس نسوي واحد وثاني في الكمبيوتر. اها. تقرأها في الكمبيوتر ولا في الكتاب؟ الكمبيوتر انا اقرأها، لكن انا اسوي اكثر قصص منها. اكثر منهم من والدتك؟ أيوة. ما شاء الله عليك. هذا الشبل من تلك الأسدة صح؟ زين، وإيش قريت حال والدتك من قصصها؟ من قصصها؟ ما قرأت شيء. ما قريت؟ مخبرني قبل شوية قارئ عش العصافير. أيوة عش العصافير. عن إيش تتكلم هذا؟ تتكلم عن ولد يلعب ويمتقل يقص شعره ويتسبح ويسبح شعره، لكن هو ما يطيح. كان يلس وايد كبير بعدين استوى عش عصافير. اها. يعني راسه صار مثل عش صح؟ ايوه. لانه ما يتسبح. ايوه. بعدين قص شعره وتسبح. اها جميل. وانت عندك صديق خيالي؟ خيالي اسمه سباح. ايوه. وين تعرفت عليه هذا الخيالي؟ في عقلي. في عقلك. طيب، ويعني ويجيك يعني بعض الاحيان تطلب له كذا خيال. وايش تقول له؟ اقول له بعض الاحيان اقول له بنوح السباح. بعض الاحيان كذا اشياء يعني. اها. عشان كذا سميته سباح لانه يسبح؟ ايوه وايد يسبح على الاقل. جميل، انت رائع يا ابراهيم. لكن شوي مضحك. لكنك شوي ما شوي كثير مضحك. شكرا جزيلا لك ابراهيم بن الطيب الحارثي، البالغ من العمر 6 سنوات، من مدرسه عزام بن قيس الخاصه بولايه السيب. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.